الفيديو ده والكاميرا دي بعتهم عم عنبر علشان هو مسافر وهو بيسلم عليكم وبيقول لكم لازم كلنا نبقى يد واحدة. يعني هو خلاص مسافر دلوقتي؟ اه يا دوب على بال ما يلحقوا يوصلوا البلد قبل الليل ما يدخل عليهم. طب وشمعنى طماطم هي اللي هياخدها معاه البلد؟ وفيها ايه يعني لما تتفسح هي وفلافيله يومين ويشموا هوا؟ طب ما كان بتلعب مع فلافيله اكتر مننا كمان تسافر معاه. وطبعا الفرقه الاستعراضيه بتاعتنا مش هتشتغل لغايه ما ترجعوا، مش كده ولا ايه؟ ما احنا قلنا يا زيكا الفرقه يلزمها اجازه ضروري. تمام، الفرقه لازم تاخد اجازه علشان نريح ونبدا الموسم الجديد بنشاط، وتبقى فرصه بقى نغير برنامج الفرقه ونفكر في الجديد، في حاجات جديدة. عم عنبر جايب لنا الكاميرا والفيديو دول وقال خلوهم عندكم، دول بتوع الفرقة. بس دي يا جماعة حاجة عم عنبر مش حاجة الفرقة. ما هو يا طمطم عم عنبر جايبهم مخصوص عشان الفرقة ومسجل عروضنا بيهم. يعني الفيديو ده بتاعنا بقى والكاميرا كمان يا زيك. والشرايط دي فيها ايه بقى؟ فيها كل الاستعراضات والاغاني اللي مسجلها عم عنبر، وطبعا دي فرصة يا طمطم علشان نسمع وندرس ونشوف ايه الكويس وايه اللي محتاج لتطوير. انا ما عنديش فيديو، يبقى الفيديو والكاميرا يفضلوا عندي، واللي يحب يتفرج يجي عندي وانا افرجه. اسكت بس، اسكت اسكت يا زيك عيب. ايه ده مش كل حاجة كده عايز تاخدها عندك تاخدها عندك، بعدين نتكلم في الموضوع ده. ايوه صحيح، اسكت يا زيك اسكت خالص، انا مع ابوجي وبعدين نتكلم في الموضوع ده. ما انا كمان ما عنديش فيديو اخي. عيب عيب والله. وبعدين بس يا جماعه عم عنبر هيوحشني قوي قوي قوي، وفلافله كمان هيوحشنا قوي، وانا هتوحشني طماطم كمان، وانا بطلب عمل اجتماع في الحان. خلاص هتسافر يا فلافله؟ انت فرحان مش كده؟ عم عنبر هو اللي هيسوق لغاية البلد وانا هقعد جنبه، وفلافله بقى يقعد براحته ورا. طب اقفي هنا عشان اخد لكم صورة تذكارية. مرمى اوعى تنسي تخلي بالك من كيكي، ها السمكة الصغيرة، طبعا هخلي بالي منها انا وطنطا، ده انا كل يوم طول ما انت مسافرة هاكلها واحكي لها الحواديت. ما تنسيش تغنيلها، هي بتحب الاغاني قوي. فلافيلو فلافيلو تعالى ما تروحش بعيد، اما عنبر زمانه جاي اهو، جاي هناك اهو. سكر تاني كمان معلقه. يا ابني كتر السكر مش كويس علشان صحتك واسنانك. معلقه واحده بس يا طمطم ما تفرقش. لا تفرق. بس يا جماعه احنا هنتخانق عشان معلقه سكر؟ وبعدين ما سمعتوش عم عنبر بيقول لازم نبقى يد واحده؟ عاوزين نبتدي اجتماع بقى. لما اخلص شرب الشاي. كفايه يا جماعه يا جماعة نبتدي الاجتماع من فضلكم. ايوة يا تم خش في الموضوع على طول. انا اللي هخش في الموضوع الاول، انا اللي طالب الاجتماع. اسكت تم هي رئيس الجلسة. ودلوقتي زيكا طلب الاجتماع ده على وجه السرعة علشان موضوع يخص الفرقة. اتفضل يا زيكا قول رأيك. صحيح عم عنبر سافر بالسلامة ومعاه فلافيله وطماطم كمان، ما تنساش. اكمل من فضلك ما تطلعنيش لو سمحت. انت يا سيد زوق اقعد بقى وركز معايا لو سمحت. حاضر، بس اودي الحاجات دي المطبخ واجي. ريح المطبخ يا زولو. ايوه ابوجي عايز حاجة؟ طب اعمل لي سندوتش بسطرمة بالمرة. واحنا دلوقتي في البسطرمة ولا في الفرقة؟ هتشوفي حل في الجلسة دي يا طنطا. وبعدين يا جماعة الاجتماع ابتدى خلاص، وممنوع اكل البسطرمة دلوقتي. طب انا بقى زعلان بقى ورايحات في المطبخ احتجاجا بقى احتجاجا. ها مش معنى زيكو يشرب الشاي؟ الشاي مش ممنوع في الاجتماع. انت يا ابوجي عاوز يعني تبوظ الجلسة؟ وبعدين من فضلكم من فضلكم محدش يتكلم غير في دوره. اتفضل يا زيكا. شكرا شكرا. يا جماعة الفرقة ضروري تستمر في عروضها. ليه؟ لأن الحفلات اللي الفرقة عملتها كانت ناجحة جدا، صح ولا لا؟
ناجحة جدا جدا طبعا يا زيكو. طبعا طبعا طبعا. بقول لك ايه، ممكن كمان حبة سكر صغيرين تاني؟ ماشي. ايه ده يا ابني، ما تخلصنا بقى من شرب الشاي ده، كل شوية كده. ايه ركز معانا. الله، ما انا مركز اهو. بالأمارة طمطم قالت ان الفرقة عملت عروض ناجحة جدا. طب بالذمة شفت الاطفال كانوا بيحبوا الحفلات بتاعتنا قد ايه؟ ده انا شفت منهم اللي بيحضر الحفلة مرة واثنين وعشرة. نقول واحنا في عز النجاح ناخد اجازة ونبطل؟ لا، انا ارفض هذا. طب يا حبيبي، ما احنا بنقول اجازة راحة، يعني ما قفلناش الفرقة. وبعدين فلافيلو ده مش هو نجم الحفلات، مش كده زيكو؟ اه كده، ده حتى اسمها فرقة فلافيلو الاستراتيجية. اه، ولما نجم الفرقة وبطلها يبقى مسافر، نعرض من غيره ازاي بقى؟ ليه يعني؟ مش موافق اننا نحرم اصدقائنا الاطفال من السعادة ولو يوم واحد بسبب غياب اي حد؟ وشعارنا اللي اتفقنا عليه من زمان ان العرض يستمر مهما كانت الظروف. طمطم، هو ابو صبط ممنوع في الاجتماع ولا ايه؟ طبعا ممنوع، لانه هيقرقش ويشوشر علينا. طب انا عندي فكرة كويسة. ايه؟ احنا نقعد كده زي ما احنا، ولما يجي فلافيلو هنقول له ان كنا صح هيبقى موافق، لو كنا غلط مش هيوافق. هي يظهر فكرة بايخة. يا جماعة، في حد عنده فكرة تانية؟ انا عندي فكرة تانية تحل كل المشاكل دي. قول يا عبقري. الفرقة لازمها اجازة، صح؟ صح. وزيكا مش عاوزنا نحرم اصدقائنا اللي بيحبوا عروض الفرقة، صح؟ صح. وطبعا من غير فلافيلو ما نقدرش نقدم اي عروض. طب ايه رأيكم احنا بقى هنعمل العروض وتبقى الفرقة في اجازة وفلافيلو مسافر؟ ايه رأيكم بقى؟ مستحيل بالمشمش. يا اهم في المشمش ايه، انا هفهمكم ازاي؟ استنى بس، احنا نحول المخزن يا حضرات، قصدي المسرح، الى صالة مشاهدة جماعية. عندنا الفيديو والشرايط اللي عليها عروض الفرقة كلها، تبقى عروض فيديو الاصدقاء، هم يتفرجوا ويفرحوا واحنا ندرس ونطور في فترة الاجازة. يا ابني الايه، انت عبقري بقى بصحيح يا بوجي. اهلا وسهلا، مين حضرتك؟ انا الاسطنبول الكهربائي، خبير في الكهرباء والتوصيلات والاجهزة المنزلية. اهلا وسهلا يا استاذ بريزة، بس في الحقيقة ما عندناش حاجة بايظة في الكهرباء. لا، اصل سيادتك مش واخد بالك. لا في الحقيقة مش واخد بالي من ايه بقى؟ اصل الاستاذ عنبر صديقي فات عليا من شوية وكان سايق العربية ومع البنت الأمورة اللي اسمها قوطة. ما عندناش في الحقيقة اسم قوطة ولا بندورة. قصدك طماطم. عفارم عليك، طماطم صح، وفلافيلو كان راكب ورا في الصندوق. المهم، أما عنبر فات عليك؟ وقال لي يا استنور فوت على الجماعة واداني العنوان وقال ان انتوا هتحتاجوني في توصيلات الفيديو والكاميرا. صح، هو ساب لنا الحاجات دي فعلا، وهنعمل مشاهدة جماعية كل اسبوع في المسرح بتاعنا. حضرتك بتفهم في موضوع الفيديو؟ ايه افهم، ده انا خبير، بقول لك خبير. ايه ده، انت كهربت؟ عمال تعمل كده، مال حضرتك انت؟ ما انت مسكت سلك كهرباء ولا حاجة؟ انا كده عادي عادي. طب اسبقني على تحت وانا جاي وراك على طول. سلام. اظن دلوقتي يا طمطم ممكن بقى برسومات. يا لما الاجتماع يخلص. الله، طب ما خالص من الصبح وخدنا قرارات، خلاص هنعمل مشاهدة جماعية لجميع افراد الفرقة والاصدقائنا، مش كده؟ لا على فكرة، الفكرة دي فاشلة. يا سلام، ليه بقى؟ ثم احنا اتفقنا خلاص. المشاهدة الجماعية عاوزة شاشة كبيرة زي شاشة السينما مش فيديو. وماله، نجيب نشتري فيديو. انت عارفة دي بكام؟ يبقى نأجر. برضو ايجارها غالي. يا جماعة انا نازل تحت، الخبير وصل اللي بعته عم عنبر. خبير ايه؟ اللي هيركب الفيديو تحت في المسرح. طب استناني، انا جاي معاك. ناكل بقسماط بقى؟ برضو فكرة ناشفة.
فكرة هايلة، بس عاوزة كيكي تتفرج هي كمان وما اقدرش انزلها. احنا مش ممكن نعمل وصلة تانية من الفيديو لكيكي في الشقة؟ ممكن نعمل وصلة لكيكي وميكي وريكي واي حد تاني انت عايزاه. يعني ممكن نوصل الفيديو لاكتر من جهاز تلفزيون هنا وفوق في البيت كمان؟ ايوه، اذا كان كده بقى يا ريت توصل توصيل لقطي وانا مستعد ادفع التكاليف. ماشي، مش هكلفك غير تمن السلك والاتعاب بسيطه ومفيش فرق. هتشوفي دلوقتي التكلفه يا كيكي. يا رب تنجح. جاهز يا اسطى بنسى؟ نور القصه الخبير يا بوجي. بعد اذنكم بقى اطلع اشوف الوصله بتاعتي اشتغلت ولا لسه. ممكن يا عم نور تعمل لي وصلة تالتة؟ تالتة ورابعة وخمسة وعشرين لو عاوزين. بس اصل بيتنا بعيد شوية على الناصية. حاضر، ووصلة عندك كمان. والتكاليف هتدفعها عمتي، هي معها فلوس كتير 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 قوي. حاضر. جاهز يا استخبر خبير؟ جاهز. واحد اثنين تلاتة. خبر بمليون جنيه، خبر ما حصلش. ليه؟ مليون جنيه؟ ليه؟ طلع في الحارة غير غاز طبيعي؟ استنى بس لما اخد نفسي، أنا قدرت أقنع المعلم إنه ياخد توصيلة للقهوة. هو ده الخبر اللي ما حصلش. اسمع بس، القهوة دي مركز إشعاع والرجل عليها كتير، والزباين لما يشوفوا شغلنا كل واحد فيهم هيطلب توصيلة. طب ما احنا كويسين كده، أنت فاهم وجع دماغي. اسمعني كويس، زي ما فرقتنا اتعرفت بعروضها الحلوة، الفكرة الجديدة دي هتخلي الناس تشجعنا وبكده هنفكر في شغل اجمل. انت عارف ايه اللي عجبني في فكرتك دي؟ هي عجبتك الفكرة؟ اللي عجبني فيها ان في كتير جيراننا ما عندهمش فيديو، ولما يطلبوا توصيلة هنوفر على كل بيت جهاز فيديو. فكرة حلوة قوي يا بوجي،
فهمتها كده ازاي؟ يعني عجبتكم مش كده؟ طيب يا ريت نعمل وصله لعمنا شكشك وهخليها على حسابي. هو ده وجع الدماغ اللي بجد؟ ليه بس؟ ده عمنا شكشك راجل طيب ووحداني، وحاجه زي دي هتسليه وتسعده برضه. صح، بس مش هيسيبنا في حالنا، بكره تشوفه.